أنا من يحجون سنويا منذ فترة طويلة، وأعرف جيدا ما يبذل من متاعب في سبيل راحة الناس، وأعرف جيدا أن أحدا آخر لا يمكن أن يقوم بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود. أنا أراها في كل عام تتطور وتتجدد وتحاول دائما أن ترضي كل الحجاج الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها.